مواصلة للحملة الانتخابية تحسبا لمحلية 27 نوفمبر، يواصل أعضاء قائمة حزب جبهة التحرير الوطني لبلدية شير في تنظيم التجمعات الشعبية بالبلدية من أجل استمالة الشعب للتصويت على القائمة. احنا واش نطلبوا من سكان البلديه نهار 27 نوفمبر يخرجوا بقوه ويفوتيو لصالح قائمه حزب جبهه التحرير الوطني ويديروا الثقه في هذه الناس، الاطارات هذه اللي جات باش تمثل ان شاء الله وتكون في المستوى وتقدم اضافه للبلديه. ابرز النقائص اللي لاحظناه من خلال الحمله الانتخابيه هو توفير المياه الصالحه للشرب وتوفير المياه الزراعيه، صرف قنوات الصحي، نفكر في انشاء زاويه لتعليم القران وتعليم احاديث نبويه شريفه. وقد اكد المترشحون بالقائمه على فعل ما يمكن فعله للنهوض بالمنطقه وتغييرها للافضل بمعالجه المشاكل التي تتخبط فيها البلديه، وكذا البحث وتوفير مشاريع جديده يستفيد منها السكان. الشعب يريد العدل والعدالة والمساواة بين الناس. الشعب يريد القضاء على التمييز العنصري المنتشر بيننا. الشعب يريد الرحمة بيننا والرحمة بينه. الشعب يريد الأخوة بينه. إذن هذا هو هدفي. قبل أن نتحدث عن التنمية يجب أن نتحدث عن هذه الأمور. ترشحت في القائمة هذه لأنه نشوف فيها فرسان اللي فريمون أول مرة يدخلوا في الانتخابات، وباغيين عندهم نوايا باش يخدموا الجهه بلديه تشير من تيزي نسير الى سنان. المواطنون بدورهم عبروا عن تشجيعهم وثقتهم في اعضاء قائمه حزب الافلان، داعين اياهم بالعمل جاهدين من اجل تغيير واقع البلديه نحو الاحسن والامثل. ونتمنى النجاح لهذه القائمه ولخدمه جميع البلديه من سنان الى ثنيت مطحنه بكل شفافيه وعزه، ونحن هنا لمناصره هذه القائمه. نتمنى انه تعطى لهم الفرصه ان شاء الله، ما نحرمهمش من فرصه لتجسيد يعني طاقاتهم ان شاء الله وتفجيرها في هذه البلديه. كما تعرفوا البلديه تاعنا راهي بلديه فقيره ما عندهاش مداخيل. حنا استبشرنا خير وقلنا باللي الدعوه راح تتحسن، عليها لازمنا مجالس اللي تحوس تبعث على عمليه التنميه، مجالس اللي تعرف كيفاه تخطط البرامج التنمية. متى يتمنى هذه الوقفة يا تجديد، وخاصة الفئة ديوسينيميرا ما شاء الله، ذيس دكاترة أساتذة جامعيين، المهم متى يتمنى المنطقة التنمية. لينتظر سكان بلدية شير بباتنا ما تسفر عنه انتخابات 27 نوفمبر من أعضاء في المجلس الشعبي البلدي.